السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل يا جماعة. طيب أنا كنت وقفت عند التراكيو اسوفيجيال والإنوريكتر الإيه والتي والإي. قلت عشان نستبعد التراكيه والاسوفيجيال والانوريكتال في تيست اسمه كاسيتر تيست. تيست سهل جدا جدا جدا. بركب انبوبه بلاستيك، اول ما الطفله ديت ولد سواء ولد او بنت بدخلها في فتحه الشرج وادخلها في الماوس، افضل امشي بيها في فتحه الشرج امشي بيها في فتحه الشرج لحد ما الاقي الميكونيوم طالع منها. اذا الدنيا اصبحت في الانس والريكتم ايه بيتنت، يبقى مبدئيا كده مفيش انوريكتال مالفورميشنز. وادخل قسطره تاني برضو بلاستيك، مش هي هي اللي فيها ميكونيوم طبعا، واحده تاني مختلفه عنها في الماوس، وعديها من الماوس على الفارنكس على الاسوفاجس لحد ما تنزل في الاستومك. كون انها نزلت في الاستومك يبقى مبدئيا مفيش اسوفجيال انوماليز. يبقى الكاسيتر تيست ده تيست روتين، اول ما دكتور النساء يولد الطفل الصغير ويسلمه لدكتور الاطفال في ايده، دكتور الاطفال يروح مركب قسطره من الماوس لحد ما يوصلها للمعده وتجيب جاستريك كونتنتس وتجيب شويه اير، ويركب قسطره من فتحه الشرج لحد ما تجيب ميكونيوم. كده معناها ان الانوريكتال والتراكيو اسوفجيال كويسين. طيب انا اتكلمت على حرف الفي فيرتبرال كولوم انوماليز، وحرف الاي انوريكتال، وحرف السي كونجينيتال هارت ديزيز، وحرف التي والاي تراكيو اسوفجيال. يتبقى حرف الار رينال. الرينال انوماليز دي فيري كومون، بيوجي اوبستراكشن وبوليسيستيك كيدني واكتوبيك كيدني ولوست واجينيسيس وهايبو بليزيا اوف ذا كيدني. اذا الرينال انوماليز دي مهمه جدا جدا، لازم ادور عليها، اشوف الطفل ده جاب يورين اول ما اتولد ولا لا، اعمل له ابدومينال الترا ساوند اشوف الكيدنيز في مكانهم ولا لا، في اي مشاكل فيهم انلارجمنت او هايبو بليزيا حجمها صغير، في ابنورمال كورس لليوريتر ولا لا، في دبل يوريتر، اليورينري بلادر سليمه ولا فيها دايفرتيكولا ولا فيها ديفيجن ديفايدد. طيب ال الاخيره لمب ايديه ورجليه، الصوابع، العظم بتاع ايديه والعظم بتاع رجليه، في صابع زياده في صابع ناقص، في انوماليز في الايد، في اربس بولسي، في دوشين، الحاجات بتاعت البريكيال بليكسس انجريز ديورنج الفاجينال ديليفري. يبقى اي حاجه بتكلم فيها في البيدياتريك سيرج على كونجينيتال انومالي، قبل ما تتكلم على اي حاجه تقول لي انا اي سيرشد فور اول اذر انوماليز. هو يا دكتور لان هو ده الكوز اوف ذس مالتيبل كونجينيتال انوماليز، هو اللي بيموت الطفل، لكن كونجينيتال انومالي واحد مش بيموت الطفل. اجي بقى عند موضوع الامبرفورت انس. موضوع الامبرفورت انس والكونجينيتال انوماليز بتاعه الانس وريكتم سهله جدا جدا جدا. من الشرح بتاع الاناتومي اللي احنا شرحناه في الانال كانال قلنا في جانكشن، في لاين اسمه اللاين اوف بيلفيك فلور، ده لاين بتاع الليفيتور اناي ماسل اللي بيفصل ما بين الريكتم وما بين الانال كانال. الريكتم طوله 15 سنتي فوق والانال كانال طولها 4 سنتي تحت. اللاين ما بينهم اسمه انوريكتال لاين او انوريكتال جانكشن او اللاين اوف بيلفيك فلور اللي هو فيه الليفيتور اناي ماسل. ايه اهميه اللاين ده؟ لو الجات تيوب دي الانبوبه بتاعت الجي اي تي اللي هي بتبدا بماوس ثم اسوفجس ثم ديودنم ثم جوجنم وستومك وسمول انتستين وكورن لحد ما توصل تحت ريكتم وانا الكنال، اتسدت في اي حته فوق اللاين ده اللي ما بين الريكتم والانا الكنال اسمها هاي انوماليز، يعني انسداد في الجات تيوب امبيرفورت انس، مفيش فتحه شرج بس السد او السدد فوق الليفل بتاع الانوريكتال جانكشن، فوق الليفل بتاع اللاين التخيلي اللي ما بين الانس والريكتم، ده اسمها هاي انومالي. دايما الهاي هي اللي كومون للاسف، وهي كومون في الرجاله للاسف مره تاني، يبقى كومون في الولاد ان ميلز اكتر من في ميلز، والهاي انومالي كومون عن اللو انومالي. طب انت قلت يا دكتور الهاي انومالي، اللو انومالي هي ايه؟ انسداد في الجات تيوب على ليفل تحت الانوريكتال جانكشن، يعني على مستوى الانال كانال في ال 4 سنتي بتوع الانال كانال، سواء على السنتي الرابع او الثالث او الثاني او الاول. يبقى الجات تيوب الانبوبه بتاعت الجي اي تي دي لو اتسدت وما تسلكتش لحد الاخر وما وصلتش لحد الجلد وما فتحتش انس على الجلد على ليفل فوق الليفل اعلى من الليفل بتاع الانس او الانوريكتال جانكشن فوق ال 4 سم بتوع الانال كانال، يعني على مستوى الريكتم، ده هاي انومالي.
وده كومون ان ميلز اكتر من فيميلز، وللاسف ده كومون اكتر من اللو انومالي. طب ايه هو اللو انومالي؟ انسداد على مستوى الجات تيوب بس تحت الليفل بتاع الانوريكتال جانكشن، يعني جوه الانال كانال، يعني كانت خلاص فاضل لها سنتي او 2 سنتي وتبقى تحت، عشان كده دي اتسمت لو انومالي. وللاسف دي ليس كومون زيان الهاي انومالي، الهاي انومالي اكتر، ودي كومون في الستات او في البنات اكتر من الرجال من رحمه ربنا بالفيميلز. يبقى الفيميل تشايلدز لو هيجي لهم انوريكتال انوماليز هتكون لو، والميل تشايلد لو هيجي له انوريكتال انومالي هتكون هاي. ده الرول، اكيد في اكسبشن، يعني ممكن ولد عنده لو انومالي عادي، بنت عندها هاي انومالي عادي، بس الرول الكومون البرود تيرمز ان اللو انومالي في الفيميلز والهاي انومالي ان ميلز. طيب ولو عايز اقارن ما بين اللو انومالي والهاي انومالي كانسيدنس، الهاي اكتر مور كومون. المعلومات دي بتيجي ام سي كيو، اجيب لك اقول لك الهاي انومالي اكتر كومون ولا اللو انومالي، هتقول لي الهاي انومالي. طيب مين فيهم اللي كومون اكتر ان ميلز؟ الهاي. ومين اللي كومون اكتر ان فيميلز؟ اللو. طيب يعني عايز تقول لي ان الانسداد لو فوق الليفل بتاع الانوريكتال جانكشن اسمه هاي، لو الانسداد تحت الليفل بتاع الانوريكتال جانكشن اسمه لو؟ ايوه. طب ليه قسمتهم لو هاي؟ نفس فكره البري انال فيستولا، انا قسمتهم ليه لو هاي فوق الليفل بتاع الانوريكتال جانكشن؟ الهاي التريتمنت بتاعها صعب واللو التريتمنت بتاعها سهل. تخيل انت الانسداد بتاع الجات تيوب على بعد 1 سنتي من السكين بتاع الانس، او على بعد 2 سنتي، او على بعد 3 سنتي، فتحه مشرق وروح شادد الانبوبه لتحت، شادد الانس لتحت ومخيطها بغرزتين مثبتها وخلصت في لحظتها. اول ما الطفل يجيبه لي ولد او بنت، تعالى يا دكتور احمد انت بتاع جراحه اطفال، ايه ده الواد الصغير ده ما فيش فتحه شرج، ليه يا جماعه ليه ليه؟ تعالى نشوف كده نقيم الامور دي هاي ولا لو، عملت الانفستيجيشنز وقيمتها ولقيتها لو، اتاكدت منها. قالوا لي هتعمل ايه للطفل؟ اقول لهم هتوع على كده على الصاحي وروح ضارب ضربه مشرق فتحها، يلاقوا الميكونيوم جه في وشهم على دور، اصل دول انومالي تحت خالص قريبه من السكن، اما الهاي انومالي دي فوق 5 سنتي 6 سنتي 7 سنتي فوق، ما هو فوق الليفل بتاع الانوريكتال جانكشن. الانس وحدها 4 سنتي، والله اعلم الانسداد بتاع الجات تيوب فوقها بسنتي ولا فوقها ب 2 سنتي ولا فوقها ب 3، عشان كده دي صعبه. طب يا دكتور الهاي انومالي ده هتعمل له ايه لو جابوا لك ولد عنده هاي انومالي او بنت عندها هاي امبرفورت انس كولوستومي؟ هجيب حته من السيجمويد كولون، اخر حته سليمه في السيجمويد كولون، واروح فاتحها على السكين. فاكرين الكولوستومي اللي عملتها في البري انال فيستولا لما كان العيان عنده باد هايجين وما بينظفش نفسه، وبعد العمليه كل شويه الفيكال ماتر تيجي على الجرح والجرح يحصل فيه انفكشن ويعمل ابسس وفضي الابسس ويرجع يعمل فيستولا، ده عيان مش هيخف عمره ما هيتحسن، ما بينظفش نفسه. الحل ليه ايه؟ اجي عند السيجمويد كولون كده قصاده، يعني لاين نقطه قصاد المكبرني بوينت بتاعه الابندكس دي على الناحيه اليمين، اختار نقطه بتقابلها بالظبط على الناحيه الشمال، المكبرني بوينت على الناحيه الشمال، واروح فاتح انسيجن زي الجريد ايرن انسيجن بتاع الزايده، واروح شادد السيجمويد واروح فاتحه على الجلد. ايه ده الطفل الصغير هيتبرز وهيجيب البراز على السكن؟ ما هو عنده هاي انومالي تحت، ودي عايزه عمليه كبيره. احنا دلوقتي الطفل عنده انسداد معوي، كل الرضاعة اللي هيرضعها والأكل اللي هيشربه والشرب اللي هيشربه هيفضل ماشي 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 تحت لحد ما يوصل عند الحتة المسدودة ومش هينزل، ده intestinal obstruction. وبالتالي نعمل relief لل intestinal obstruction ده ازاي؟ بأن نعمل sigmoid loop colostomy. طيب ماشي، عملت الطفل اللي عنده هاي anomaly دي أو للبنت الصغيرة اللي عندها هاي anomaly دي colostomy، إيه الحل؟ ولا حاجة. بعد ما قيم الطفل الصغير ده أو الطفلة دي واستبعد باقي الأنوماليز اللي هما فاكتر، لان المالتيبل انوماليز هي اللي بتموت، اتاكدت ان هو ما عندوش مشكله غير دي الهاي انومالي ولا حاجه، هعمل عمليه بقى في فتحه الشرج، اروح فاتح انسيجن كبير واروح افضل امشي بقى واسلك لحد ما اشوف اخر حته ايه بلايند في الريكتم، واروح اشدها واعمل ديسكشن واروح اشدها زي الشراب لحد ما اوصلها في الانال كانال واوصلها. بس هل العمليه دي هعملها بعد الطفل ما يتولد باسبوع ولا ب 10 ايام ولا في الفتره الاولى؟ لا، انا اول يوم اول ما شخصت الطفل ده عنده هاي امبرفورت انس عملت له ايه؟ كولوستومي، واسيبه بقى يرضع وعيش حياته مع باباه ومامته واقيمه واعمل له انفستيجيشنز على الهارت وعلى الفيرتيبرال كولمن، اول ما تتحسن الجنرال كونديشن يعدي اول شهر او اول شهرين والولد يبقى كويس وهو عايش بالسيجمويد لوب كولوستومي، اعمل له الديفينيت تريتمنت بتاع الهاي انومالي وانزلها لتحت، اسمها ستيجد اوبريشن. ستيجد ليه؟ لان انا كده هعملها على ثلاث مراحل، المرحله الاولى هي الكولوستومي، المرحلة الثانية اللي هي بعد شهرين
اللي هي على قانون 10 الصغير. بصوا يا جماعه برضو دي برود لاين، تسجلوها كده في النوتس بتاعتكم في البيدياتريك سيرجري عامه، سواء جي اي تي، سواء تجميل، سواء مسالك، سواء مش عارف ايه، في قانون اسمه قانون 10 الصغير وقانون 10 الكبير. قانون 10 الصغير، العيل لما يكمل 10 اسابيع يعني شهرين ونص، غالبا الافريج ويت بتاعه بيكون 10 باوندز يعني 4 كيلو ونص 5 كيلو. لو في حاجه طارئه وعايز تصلحها بدري، صلحها على قانون 10 الصغير. اول ما العيل يكمل كده 10 اسابيع ويوصل وزنه 10 باوندز 10 رطل اللي هي 4.5 او 5 كيلو، اعمله العمليه. ده ايه لو هي مش ايرجنت محتاج يعملها في نفس اليوم؟ الاحسن تفتكروا انه لو عيل عنده مصيبه ولا مولود بانتسان ريستركشن ولا ميد جات فولفولس ولا انتسان الماروتيشن، الحاجات اللي هشرحها بعد شهر، اقول لا والله سيبوه على قانون 10 الصغير لما يكمل 10 اسابيع هيموت. انا بكلمك لو عمليه مش مستعجله، يعني العيان الطفل اللي عنده هاي امبيرفورت انس ده، انا اول ما اتولد في اول يوم عملت له مين؟ الكولوستومي. كده انا خلاص قفلت الباب على الانتسانر ريستركشن وسلكت الجي اي تي. عايز اعمل الديفينيت تريتمنت، مش هسيبه بقى، هعمله له في اقرب فرصه. اقرب فرصه اللي هي مين؟ قانون 10 الصغير 10 ويكس 10 باوند، ويكون الواد عدى اول شهرين اللي هم ممكن يحتاج فيهم حضانه انكيوبيتور، بحيث ان هو بعد العمليه يطلع على اوضه عاديه ما يحتاجش يتحجز في حضانه. واعمل له الديفينيت تريتمنت اللي هي سلك فيها الكولون والريكتم ووصلهم تحت، واعمل ريكتو انال اناستوموزيز كده. دي ستيج رقم 2. يبقى الستيج الاولى عملتها في اول يوم اتولد فيه، الستيج الثانيه على قانون 10 الصغير، الستيج الثالثه الكولوستومي بعدها ايه؟ بعدها بشهر. وانس الولد خلاص سلكت الريكتم تحت ووصلته بالانال كانال والغرز حصل فيها هيلينج والامور زي الفل، ارجع اقفل مين؟ سيجمويد لوب كولوستومي. عشان كده دي اسمها ستيج دريبير اوف هاي امبيرفورت انس، على ثلاث مراحل. اول مرحله في اول يوم، ثاني مرحله على قانون 10 الصغير 10 اسابيع و10 باوند، ثالث مرحله بعد العمليه الثانيه على طول بشهر، اتاكد ان الغرز اللي انا خيطتها ما بين الريكتم والانال كانال الجديده حصل فيها هيلينج والولد كل وشرب واموره كويسه وزي الفل، اقفل الكولوستومي السيجمويد لوب كولوستومي ويرجع السيجمويد لوب جوه البطن ويرجع الجي اي تي يشتغل عادي خالص ويبقى عنده انال كانال عاديه وزي الفل. طيب انا قلت قانون 10 الصغير. قانون 10 الكبير بقى، لو عمليه كبيره خالص وعايز الواد يكون جنرالي فيري ويل 10 شهور وزنه يكون وصل 10 كيلو، يبقى العمليات الكبيره خالص اللي هي عايزه الواد صحته حلوه ومش مستعجله، خليها على قانون 10 الكبير اللي هي ايه؟ يكون كمل 10 شهور ويكون وزنه وصل ما بين 9 ل 10 كيلو، زي عمليات الكليفت بلت في التجميل. عمليات الكليفت ليب بعملها على قانون 10 الصغير اللي هو بتاع 10 باوندز و 10 ويكس. العمليات الكبيره بتاعتنا بتاعت التراكيه والاسوفيجاس لو ايمرجنسي هعملها في اول يوم سينس بيرث. لما هاجي اشرح بعد كده في اخر السنه التراكيه والاسوفيجاس والتراكيوسفجيال انوماليز، لو ما لحقتش الطفل وحصل انفكشن هعمل حاجه تمبوراري. هنا انا تحت الهاي انومالي عملت لها تمبوراري ايه؟ كولوستومي. فوق هعمل ايه؟ اسوفيجوستومي ايه وجاستروستومي كمان. يعني لو ولد عنده اتريزيا على مستوى التراكيه وعلى مستوى الاسوفيجاس مش هتعمل له ديفينيت تريتمنت؟ المفروض ان دي ايمرجنسي هعمل له ديفينيت تريتمنت في اول يوم يتولد فيه، لكن لو للاسف ما تشخصش بدري ورضعوه بالغلط وحصل اسبيريشن نيمونيا وجنرال كونديشن بقت وحشه، مش هقدر اعمل الديفينيت تريتمنت، هستنى الديفينيت تريتمنت على قانون 10 الكبير 10 شهور و10 كيلو. طب ماشي لحد ال10 شهور دول، ده الاسوفيجاس مسدود والتراكيه في وصله بينها ما بين الاسوفيجاس وفيسترا ممكن يحصل انفكشن، هعمل حاجه دايفيرجن. نفس فكره الكولوستومي اللي عملتها للطفل الصغير ده في اول يومين، عمليه بسيطه وسهله، هشد الاسوفيجاس على الجلد من السيرفايكال اسوفيجاس واعمل اسوفيجوستومي، واشد الاستومك على الجلد واعمل جاستروستومي. ايه الفكره في الاثنين؟ الجاستروستومي هدخله منها اللبن ويكمل في الجي اي تي عادي على تحت، والاسوفيجوستومي عشان السلايفا ما تحصلهاش اسبيريشن في التراكيه كل شويه وتعمل نيمونيا. دي اسمها دامج كنترول سيرجري اللي هي بتتعمل في اول يومين. والمين تريتمنت اللي هي العمليه الاساسيه بتاعت التراكيه والاسوفيجاس مش هعملها زي الانال على قانون 10 الصغير، هعملها على قانون 10 الكبير بعد 10 شهور. اصلح بقى واوصل الاسوفيجاس وافصل الاسوفيجاس عن التراكيه، وبعدها بشهر
بعد ما الدنيا تلتئم وتبقى زي الفل، اقفل الاسوفيجوستوم يوقفل الجاستروستوم. نفس فكرة هنا، انا بعد ما عملت المرحلة الثانية على قانون 10 في الانوريكتر، عملت المرحلة الثانية على قانون 10 الصغير، 10 شهور 10 اسابيع و10 باوند، اقفل الكولوستومي بتاعت السيجمويد بعديها ايه، بعديها بشهر. فوق في التراكيوسوفجيال فيستول عملت الديفينيت تريتمنت على 10 شهور قانون 10 الكبير، هقفل الاسوفيجوستومي والجاستروستومي بعدها بايه، بعدها بشهر. يبقى خلي في دماغك قانون 10 الصغير وقانون 10 الكبير، ده الوقتين المناسبين لعمليات الاطفال اللي هي نوت ايمرجنت. العمليات الايمرجنت هعملها في اول يوم. الانوريكتال اهو اتريزيا اللي عامله انسداد معوي او الامبرفورت انس، عملت لها الديفينيت تريتمنت على قانون 10 الصغير، بس عشان اسلك الدنيا واتحاشى الانسر ابستراكشن في اول يوم على طول عملت مين، الكولوستومي تاني عشان الموضوع ده صعب. يبقى الهاي انومالي التريتمنت بتاعها على ثلاث مراحل. المرحله الاولى كولوستومي في اول يوم يتولد فيه، المرحله الثانيه الديفينيت تريتمنت ان انا اسلك الكولوم واوصله بالانال كانال الريكتم واعمل انستوموزز على قانون 10 الصغير اللي هو 10 اسابيع، المرحله الثالثه بعدها بشهر اللي هي قفل الكولوستومي. طيب دي اللي هي اسمها ايه، الهاي انومالي. طب يا دكتور احنا مكتوب في الكتاب ان الهاي انومالي نوعين. فعلا الهاي انومالي في حد ذاته في منه نوع وسط وفي منه نوع صعب جدا. هما الاثنين كده كده هعمل لهم الديفينيت تريتمنت على قانون 10 الصغير اللي هو 10 اسابيع و10 باوندز، وهما الاثنين هعمل لهم سيجمويد كولوستومي. طب امال ايه فايده يا دكتور بقى ان انت تقول لي ده فيهم واحده صعبه قوي وفي واحده صعبه متوسط؟ الصعبه قوي بيكون غالبا اسوشيتد معاها اذر انوماليز، وكمان بيكون اسوشيتد معاها رينال بروبلمز، لدرجه ان هو ساعات يحصل فيستولا ما بين الجات تيوب واليورينري بلادر او الجات تيوب واليوريثرا قدامها، يبقى اسوشيتد ويز فيستولا، فيستولا مع اليورينري سيستم. هتقول لي يا دكتور اعرف الفيستولا ازاي؟ بكل بساطه لو في فيستولا هتلاقي العيل الام تقول لك يا دكتور الميه اللي بينزلها الولد او البنت دي فيها حاجات لونها بني، فيها حاجات وحشه، فيها عكاره. العكاره دي معناها ان ايه، الجات تيوب اللي فيها الميكونيوم فاتحه على اليورينري سيستم. طيب يبقى الهاي انوماليز في منها تو تايبس، في تايب اسمه ريكتال اتريزيا وفي تايب اسمه انوريكتال اجينيسيس. مين فيهم الاصعب، الريكتال اتريزيا ولا الانوريكتال اجينيسيس؟ الاصعب اللي هي كلمتين، انوريكتال اجينيسيس على مستوى الانس والريكتم، يعني لا في انس ولا في ريكتم، يعني اخرنا يا دكتور السيجمويد والابر سيرد مثلا بتاع الريكتم واقفل، اتسدت الجات تيوب. دي مشكله كبيره جدا، دي مسافه طويله 20 سنتي من الجات تيوب بينها ما بين الانس اللي المفترض تكون في انس اللي هي مسدوده بالجلد. معلش يا جماعه دي هكلمكم تاني. طيب نكمل يا جماعه، احنا لسه عند الهاي انومالي. قلت في منها نوعين، في نوع منها كلمه واحده ريكتال اتريزيا، الريكتم مسدود يعني في ريكتم اتكون بس مسدود. النوع الثاني الاصعب كلمتين، انس وريكتم ومش مسدود، ده اجينيسيس، ده ما اتكونش اصلا. كون ان الريكتم مسدود معناها الريكتم ال 15 سم بتوعه غالبا اتكونوا كلهم واتسد قبل الانس بحاجه بسيطه، فوق الانر كانال بسند او 2 سم. هاي انومالي وكل حاجه، بس على الاقل الريكتم كله اتكون. اما الثانيه انوريكتال اجينيسيس، ده لا في انس ولا في ريكتم كمان، مسافه كبيره. فغالبا الطفل اللي عنده انوريكتال اجينيسيس هتلاقي معاه ايه، ميكونيوم طالع في اليورين. والطفل اللي عنده ريكتال اتريزيا بس غالبا مش هتلاقي عنده ميكونيوم طالع في اليورين. طب ايه فايده ده يا دكتور؟ السؤال اللي بيجي في اخر السنه هيقول لك يا دكتور انت تقدر كلينيكالي من غير انفستيجيشنز ولا حاجه، بعد ما عملت اكس راي وشخصت ان الولد ده عنده هاي انومالي، تقدر تعرف لي الطفل ده عنده، تقدر تعرف لي الطفل ده عنده ريكتال اتريزيا ولا عنده انوريكتال اجينيسيس من غير ما تعمل فيرسر انفستيجيشنز؟ تقدر تعرف لي انه نوع من الهاي انومالي هو اللي عنده؟ تقول له اه. لو الطفل ده يا دكتور نازل ميكونيوم من اليورين، ده شور هبصم لك بالعشره، ده انوريكتال اجينيسيس. لو الطفل ده ما عندوش ميكونيوم في اليورين، هبصم لك بالعشره، ده عنده ريكتال اتريزيا. يبقى الفرق ما بين
التو تايبس بتوع الهاي انومالي بالفيستولا. التايب الوحش خالص اللي هو لا في انس ولا ريكتم وفي اجينيسيز ما تكونوش اصلا، ده لازم هيكون معاه فيستولا مع اليورينري بلادر وهينزل الميكونيوم في اليورين. اما اللي هو جاست ريكتال اتريزيا، الريكتم متكون بس تسد قبل ما يعمل الانال كانال بحاجه بسيطه، مش هيبقى معاه فيستولا. طيب دول التو تايبس بتوع الهاي انومالي، والتريتمنت بتاعهم هما الاثنين زي بعض. اعمل كولوستومي في اول يوم وعلى قانون 10 الصغير على شهرين ونص، اعمل الديفينيت تريتمنت سواء هي بقى انو ريكتال اجينيسيس او ريكتال اتريزيا، دي مش عليكم. احنا بنعمل بلاستيك سيرجري، بنسلك الريكتم وبنعمل نيو انال كانال وبنعمل انتيوبيشن ونشد الريكتم والسيجمويد لحد ما نوصله في الانال كانال ونوصله ما بين العضلات. مش عليك التفاصيل بتاعتها، عليك تعرف ان انا بعمل بول ثرو. بول يعني بشد اخر حاجه سليمه في الجات تيوب ثرو اللاين او الانبوبه المزعومه اللي هو المكان الكافيتي بتاع الريكتم والانال كانال لحد ما خيضه على الجلد. يبقى العمليه اسمها ايه؟ بول ثرو. بتتعمل في الانوريكتال اجينيسيس وبتتعمل في الريكتال اتريزيا زي بعض. هشد اخر حاجه سليمه في الجات تيوب لحد ما اوصلها تحت واخيضها في الانس، وتبقى اخر حاجه مفتوحه وتبقى في انال كانال والطفل يتبرز عادي خالص من الانال كانال. دي اللي هي الستيج الثانيه اللي هي الديفينيت تريتمنت. الستيج الثالثه قفله الكولوستومي بعدها بشهر كده. انا خلصت الهاي انوماليز انوريكتال اجينيسيس الصعبه والاسهل منها ريكتال اتريزيا. اعرف الفرق ما بينهم ازاي؟ بالفيستولا. جايب ميكونيوم في اليورين، دي انوريكتال اجينيسيس. مش جايب ميكونيوم في اليورين، دي ريكتال اتريزيا. التريتمنت بتاعهم هم الاثنين ثلاث مراحل يا دكتور. المرحله الاولى كولوستومي في اول يوم، المرحله الثانيه على بعد شهرين ونص هعمل الديفينيت تريتمنت. اسمه ايه يا ابني الديفينيت تريتمنت؟ بول ثرو. عايز منك الديتيلز يا حبيبي. ما اعرفش يا دكتور، مش شغلي، شغلكم انتم. تشد الريكتم او تشد القولون اخر حته سليمه وتوصلها بالانال كانال وخلاص. طب واخر عمليه الاستيج الاخيره قفل الكولوستومي يا دكتور؟ امتى؟ بعد الديفينيت تريتمنت بشهر. طيب كلمني بقى عن اللو انوماليز اللي هي اسهل كلمه ونص. اللو انوماليز معناها ان الريكتم اتكون والانال كانال اتكون بس خلاص كانت واقفه على الفتحه الاخيره بتاعت الجلد. يا اما الجلد كفرد باي ممبرين يبقى اسمها ممبرينس انس، يعني هي الانس متكونه وكل حاجه بس في ممبرين سيبتم. عارفين الفاجينال سيبتم اللي فيه انوماليز في البنات اللي هو امبيرفورت هايمن؟ الانوماليز دي زيها حته سيبتم في الانال كانال سددها، اسمها ممبرينس انس. او حاجه اسهل بكتير، الانس موجوده والديمبل موجوده وكل حاجه بس السكين مش مفتوح، اسمها كفرد انس. يبقى التو لو انوماليز هما الاثنين تحت خالص، الريكتم اتكون والانال كانال اتكونت بس يا اما في ممبرين هو اللي سدد الانس يا اما السكين نفسه ما اتفتحش. طب ايه يا باشا حل الاثنين دول؟ ولا حاجه، اعمل انسيجن هتلاقي الميكونيوم ضرب في وشك وخد غرزتين عشان ما يرجعش السكين يقفل تاني. متفقين؟ يبقى الممبرينس انس والكفرد انس هما الاثنين بيتفتحوا جاست سكين انسيجن في اول يوم. اول ما يجيبوا لك دكتور الاطفال ودكتور النساء الحق الواد ده او البنت دي مسدود عنده امبيرفورت انس، هتروح ماسك العيل كده تفضل تقلب وتعدل فيه او البنت الصغيره تقلب وتعدل فيه. يا جماعه ده له انوماري، هتمشط هتمشط على الصاحي وتروح فاتحها تفضل ادي ميكونيا تسلك اهو، وتروح واخد غرزه يمين وغرزه شمال عشان ما ترجعش السكين يقفل تاني. كانك بتعمل انفيرجن للسكين لبره، ايفيرجن قصدي، ايفيرجن للسكين لبره عشان ما يرجعش يحصل فيه هيلينج تاني ويقفل. دي اسمها كفرد انس او ممبرينس انس. طب حد فيكم شاطر هيقول لي يعني انت عرفت ازاي من غير ما تفحص العيل ده، ده عنده لو انومالي ولا هاي انومالي؟ ده انت ما عملتلوش انفستيجيشن اصلا. اللو انومالي الريكتم اتكون والانال كانال اتكونت وجاست حته السكين مقفوله، هتلاقي الواد عنده انال ديمبل، نغزه مكان الانس، تيجي تدخل فيها الاسطره مسدوده بس هي نغزه، يعني الانس كانت خلاص. عارفين الغمازات اللي بتبقى في الوش؟ زيها بالظبط. والغمزه اللي بتبقى في الدقن في النص زيها بالظبط، هتلاقي الانس كده داخله لجوه سنه بسيطه. تضحك كده وتقول لهم دي عمليه سهله هعملها لكم على الصاحي، وتروح فاتحها بالمشط خلصنا على كده حلين. اما بقى لو لقيت مفيش النغزه دي خالص، لقيت السكن مقفول ومفيش الحته الانفاجينيتد اللي جوه دي الغمازه دي، تقول لهم مبدئيا الواد ده هاي انومالي. هيروح يقول لك طب انه نوع؟ انوريكتال اجينيسيس ولا ريكتال اتريزيا؟ تقدر تعرف؟ تقول لهم طبعا اقدر اعرف. الواد ده فين اليورين بتاعه؟ وريني البامبرز بتاعه. ايه ده؟ في شويه فيكولنت ماتيريا وشويه ميكونيوم. دي انوريكتال اجينيسيس. ازاي يا دكتور عرفت؟ في فيستولا.
ما فيش حاجه في اليورين، واليورين صافي وكلير وزي الفل، دي ريكتال اتريزيا. يعني عايز تقول لي ان الانو ريكتال مالفورميشنز ده كلينيكال دايجنوزيس؟ ده انت عرفت الاربع انواع بالفحص. طب امال احنا بنعمل الانفستيجيشنز ليه؟ عشان ااكد. زي ما قلت لك في رول ابيض واسود، وفي برود تيرمز، في اكسبشن، ساعات يبقى في نغزه وكل حاجه، بس يكون الانومالي ده فوق شويه، مسافه بعيده شويه، لو برضه بس مش تحت الجلد على طول، مش تحت الجلد بنص سنتي ولا سنتي، تحت الجلد باتنين سنتي، برضه لا تزال ضمن نطاق اللو انومالي اللي هي تحت الانوريكتال جنكشن. طيب وساعات برضه تكون هاي انومالي انوريكتال اجينيسيز او ريكتال اتريزيا بس فوق خالص. عشان كده انا بعمل مين؟ اشعه اقيم بيها الطفل ده، ااكد الدياجنوزيس بتاعي ده هاي ولا لو انومالي. تاكد الدياجنوزيس ازاي؟ اقلب العيل الصغير، هات رجليه فوق وراسه تحت، او اقلب العروسه الصغيره الجميله دي، هات رجليها فوق وراسها تحت. ليه يا دكتور؟ يعني اي كيس، اي علبه، اي انبوبه فيها هواء وميه، اول ما هتقلبها الهواء هيطلع فوق والميه هتنزل تحت بكل بساطه. خلاص خد اكس راي للعيل هو مقلوب كده، اسمه انفيرتوجرام. جرام يعني اشعه، هنا مفيش صبغه خالص في الموضوع ده، عشان في ناس يقول لك الانفيرتوجرام في حقن صبغه. لا، عايز تقول عليه اسم اسهل عليك، انفيرتد اكس راي، عشان ما تتلخبطش، لان في ناس بيقولوا انفيرتوجرام زي الكولانجيوجرام وزي مش عارف ايه بيتحقن فيه صبغه. لا، الانفيرتوجرام او الانفيرتد اكس راي ده فيلم اكس راي، رجل العيل فوق وراسه تحت، عشان اخلي الهواء يطلع فوق، يقرب يوصل اقصى حاجه قريبه من الانال كانال او السايت المزعوم بتاع الانس، وبالتالي هقيس المسافه ما بين اخر حته فيها هواء والنقطه التخيليه اللي على السكين، ما السكين باين في الاكس راي الحد بتاعه، واقيس المسافه دي ما بين الخط بتاع السكين واخر حته الهواء وصل لها، وشوف المسافه دي كام. لقيت المسافه دي اكتر من 2 سنتي، اذا الواد ده عنده هاي انومالي، عنده ديمبل بقى تحت، عنده نغزه تحت. يا دكتور ده في نغزه، لا دي لو انومالي، افتح عليها. لا مش هفتح. الانفيرتوجرام او الانفيرتد اكس راي بيقول ان المسافه ما بين اخر حاجه في الكولم بتاع الهواء فوق واصله، والانس المزعومه اكتر من 2 سم، ده 4 سم. يا دكتور ما في حته عامله زي النغزه، ده لو انومالي افتحها. لا مش هفتح، ده خلاص ده هيعمل كولوستومي، ستيج دريفير كولوستومي، وبعد شهرين ونص هتهولي، هنعمل له ديفينيت تريتمنت اكوردنج بقى دي انو ريكتال اجينيسيز ولا ريكتال اتريزيا، وبعدها بشهر هقفل الكولوستومي. طيب عملت الانفيرتوجرام، لقيت المسافه ما بين الانس حد الجلد، حد الانس عند السكن، والكولم بتاع الهواء نص سنتي، ثلاث اربع سنتي، واحد سنتي، واحد ونص، المهم اقل من 2 سنتي، دي لو انومالي، افتح السكن. يا عم انا حاسس ان مفيش نغزه، مفيش حته الغمازه اللي موجوده دي اللي بتدل، مفيش الانال ديمبل. يا عم لا دي هاي انومالي. ما خلاص يا باشا، عملنا اهو الاكس راي قريبه، الهواء خلاص كان فاضل له سنتي ويوصل على السكن، افتح، افتح سكن انسيجن وشدها شده لتحت وخيط بغرزتين. يبقى انا كلينيكالي اقدر اعرف، بس عشان احلف ان دي هاي ولا لو لازم اعمل ايه؟ انفيرتوجرام. طيب في مجموعه علماء في نفس الانفيرتوجرام قال لك احنا هنديك حاجه اكيوريت، مش انت بتقول يا دكتور الهاي انومالي الاير او الجات تيوب قفلت قبل ما توصل عند الانوريكتال جنكشن، واللو انومالي قفلت بعد ما عدت الانوريكتال جنكشن، يعني على مسافه صغيره. طب انا هعمل لك في الاكس راي لاين تخيلي بيمثل الانوريكتال جنكشن. ايه ده؟ ازاي؟ قال لك انت وقالب العيل رجليه فوق وراسه تحت، شايف السيمفسيس بيو بس حته عظمه واضحه هايبردنس، وشايف الكوكسكس ورا. خد لاين ما بين السيمفسيس بيوبس بيوبو والكوكسكس، اسمه بيوبو كوكسيجيال لاين، لاين تخيلي. اللاين التخيلي ده بيمثل نهايه الريكتم، وبالتالي هي دي الانوريكتال جنكشن. وشوف الهواء، الهواء عدى وقرب، عدى الخط ده وقرب خالص من السكين، عداه، اذا دي لو انوماري. الهواء اخر حاجه في الجات تيوب فيها هواء، بعيده خالص عن اللاين ده، تحته ما قربتش من الجلد اصلا، يبقى دي اسمها هاي انوماري. يبقى الطريقتين دول، طريقه الاثنين ساندي وطريقه البيوبوكوكسجيال لاين، هما الاثنين بيتعملوا في الانفيرتوجرام. الانفيرتوجرام ده اسمه انفيرتد اكس راي، بقلب راس العيل تحت ورجليه فوق. ليه؟ عشان الهواء يطفو.
يقرب اقصى حاجه قريبه من السكين عشان اعرف المسافه الحقيقيه ما بين اخر حاجه سالكه ومفتوحه في الجات تيوب والسكين، واخد لاين تخيلي ما بينهم، مسافه ما بينهم اشوفها اقل من 2 سم دي لو انومالي يفتح بالمشرط وخلصنا على الترابيزه بتاعت الاكس راي نفسها في الاشعه. لا المسافه اكتر من 2 سم دي هاي انومالي. لا تقول لي بقى الواد عنده نغزه ولا عنده انال ديمبل ولا هفتح، لا ما تفتحش، اعمل كولوستوم. طيب الطريقه الثانيه والمور اكيوريت، انت بتقول الهاي انومالي فوق الانوريكتال جانكشن واللو انومالي تحت الانوريكتال جانكشن، خلاص اقلب العيل واعمل لاين تخيلي للانوريكتال جانكشن. ايه اللاين التخيلي اللي بيمثل نهايه الريكتم وبدايه الانس؟ بيوبوكوكسيجيال لاين ما بين السيمفسيس بيوبس والكوكسيكس. الهواء عدى اللاين ده وقرب خالص من الجلد، دي لو انومالي. الهواء ما وصلش اصلا لللاين ده، دي هاي انومالي، كولوستومي ستيج دي سيرجن. طيب كده انا خلصت الانوريكتال انوماليز، اتكلمت عن الانوريكتال، اتكلمت عن الكونجينيتال انوماليز عامه وعرفتك كلمه فاكترل وبدور عليها، وان اللي بيموت طفل او طفله هو المالتيبل كونجينيتال انوماليز وليس واحده بس، وعرفتك الهاي انومالي والكرايتيريا بتاعتها وكومون في الولاد وهي كومون اكتر من اللو انومالي، وعرفتك اللو انومالي وقلت لك كومون اكتر في الفيميلز وهي ليس كومون عن الهاي انومالي. قلت لك كل واحده منهم تو تايبس. اللو انومالي سهله جدا، يا اما كفرد بممبرين يا اما كفرد بسكين. الممبرين اسمها ممبرينس، اللي كفرد بسكين ومسدود السكين اسمها كفرد انس. هما الاثنين فيهم نغزه عامله زي الغمازات تفتح عليها على طول. الهاي انومالي سكين املس، مفيش نغزه الانس خالص، تحس السكين مستوي. عايز اتاكد اعمل الانفيرتوجرام واقيس المسافه ما بين اخر حته هواء والسكين. اكتر من 2 سم هاي انومالي، اقل من 2 سم لو انومالي. لو لو انومالي افتح كروشيت انسجن عامل زي الصليب وخد غرزتين يمين وشمال عشان ما يحصلش انفيرجن والسكين ما يقفلش تاني، اسمه كروشيت انسجن. طيب هاي انومالي ستيج دي سيرجري كولوستومي والديفينيت تريتمنت بعد شهرين ونص، وبعدها بشهر هقفل الكولوستومي. ايه النوعين بتوع الهاي انومالي؟ كلمتين ريكتال اتريزيا دي الصغيره، ثلاث كلمات انوريكتال اجينيسيس دي المصيبه الكبيره. افرق ما بينهم ازاي؟ فيستولا ميكونيوم فيليورين ده انوريكتال اجينيسيس، مفيش ميكونيوم فيليورين ده ريكتال اتريزيا. التريتمنت بتاعهم ايه؟ هما الاثنين زي بعض كولوستومي، وتاني ستيج اسمها بول ثرو، اشد الانبوبه بتاعت الجات تيوب واسلكها واعمل لها بلاستيك سيرجري لحد ما اوصلها في الانس، ورقم ثلاثه اقفل الكولوستومي. انفستيجيشنز انفيرتوجرام بس؟ لا طبعا، لازم اقيم باقي الكونجينيتال انوماليز. يبقى لما تيجي تقول لي انفستيجيشنز بتاعت امبرفوريت انس، او انفستيجيشنز بتاعت التراكيو اسفجيال فيستولا او اسفجيال اتريزيا، او انفستيجيشنز بتاعت كونجينيتال انوماليز اوف ذا هارت، او انفستيجيشنز بتاعت فيرتيبرال كولون انوماليز، او انفستيجيشنز بتاعت الرينال انوماليز، لازم تعمل سيرش على مين؟ كل الفاكترال، الفي الفيرتيبرال كولون، الار السي الكونجينيتال هارت ديزيز، التي والاي التراكيا والاسوفجس، الار رينال والال. يعني انت بتدور على كل الانوماليز في اي طفل عنده كونجينيتال انومالي. اه ليه؟ مالتيبل كونجينيتال انوماليز هي اللي بتموت الطفل. عملت الانفستيجيشنز على كل الكونجينيتال انوماليز، يتبقى الانفستيجيشن السبيسيفيك للديزيز اللي احنا بنذاكره. احنا النهارده بنتكلم عن الانوريكتال مالفورميشنز، هعمل انفيرتوجرام نقطه بس. التريتمنت هاي ولو. طيب عشان الدرس يبقى اتقفل وادخل على الريكتم بقى والديزيز بتاعت الريكتم وابدا بالهيرش سبرانج، في اثنين انوماليز ما لهمش علاقه بالامبيرفوريت انس بس بيتحقوا مع الدرس ده، لان هم برضو انوماليز ولان هم برضو تشخيصهم مع دول. في حاجه اسمها انال ستينوزز، من اسمها ده ما عندوش امبيرفوريت انس يا دكتور، ده في انس عادي وبتجيب ميكونيوم بس بتجيب بالنقطه نازله ضيقه، اعمل لها ايه؟ اوسعها بحته انسيجن، سكين انسيجن كده حوالين الانس، اروح موسعها بس، اسمها انال ستينوزز. هل دي ليها علاقه بالتقسيمه بتاعت الانال انوماليز او الانال امبيرفوريت انس؟ لا طبعا، ده هي بيرفوريت عادي خالص ومفتوحه وبتجيب ميكونيوم، بس كل مشكلتها انها ايه؟ فيها ستينوزز. وسعها، اعمل لها دايلاتيشن، اعمل لها سكين انسيجن كده انتيريور وبوستيريور، وسعها خالص هتجيب الميكونيوم بقى حمامات وخد غرزتين. نفس فكره الكفرد انس اللي هي الممبرينس والكفرد بسكين، هما الاثنين بعمل لهم كروشيت انسيجن. الانال ستينوزز هي مفتوحه بس مفتوحه ضيقه، وسعها اعمل فيها كروشيت انسيجن واقلب السكين
خليه افيرتد عشان ما يرجعش يحصل هيلينج تاني وتتسرب. طيب في انومالي تاني اسمها انتيريور اكتوبيك انس، هي الانال كانال موجوده وزي الفل بس زحفت لقدام شويه، وبالتالي الطفل ده الولد ده او البنت دي اصبح البرينيوم صغير. احنا قلنا المساحه بتاعه البرينيوم دي فين؟ دي المسافه ما بين نهايه السكروتم والانس، والبرينيوم ان فيميلز المسافه ما بين نهايه الفالفا والانس. لو الانس طلعت لقدام قربت من الفالفا او قربت من السكروتم ان ميلز اسمها انتيريور اكتوبيك لانها غيرت مكانها انس. العمليه بتاعتها اسمها ايه؟ كات باك، رجعها لورا. فتحه طلعت لقدام اعمل لها انوبلاستي ورجعها لورا. طيب الانتيريور اكتوبيك انس دي هزود عليها نقطه بالذات في الفيميلز، في البنات للاسف الانتيريور اكتوبيك انس في الولاد بتتقدم سنتي او 2 سنتي وخلاص. حظ البنات السيء الكومون انها بتفضل تتقدم 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 لحد ما تروح فاتحه جوه الفالفا، يعني الفالفا مش كفايه فاتح فيه اليوريثرا وفي الفاجينا وراهم كمان فاتح معاهم في نفس المكان الانس. اه طب اسمها ايه؟ فيستيبولار انس. فيستيبولار يعني ايه؟ الانس فاتحه في الفيستيبيول بتاع الفالفا. ايه العمليه بتاعتها؟ كات باك برضو، بس هنا بقى بتبقى عمليه تجميليه، يعني انا بعمل انوبلاستي وفاجينوبلاستي، لان بعد ما هفك الانس وارجعها ورا في مكانها لازم اعمل ريبير فاجينوبلاستي. فليها اسم كده غريب اسمه بوستيريور ساجيتال انو ريكتو فاجينوبلاستي، بي اس اي ار في بي. الاختصار بتاع البي اس اي ار في بي اللي هو بوستيريور ساجيتال انو ريكتو فاجينوبلاستي اللي ما يفتكرهاش كات باك، رجعت الانس في مكانها طبيعي يا دكتور وقفلت الفتحه الغريبه دي الاكتوبيك. في الولاد اسمها كات باك بس، او اسمها الثاني بوستيريور ساجيتال انو ريكتو بلاستي، شلنا الفي شلنا الفاجين. يبقى انا قلت لك الاسم السهل الاول اللي هو اسمه ايه؟ كات باك، رجعتها في مكانها. لكن لو عايز الاسم الساينتفك اللي بيعبر لك ان دي عمليه تجميليه وعمليه كبرى ذات مهاره وعايز جراح محترم بتاع بيدياتريك سيرجري، اللي بيحصل فيها بوستيريور ساجيتال، لان العمليه كلها في الميد لاين في السنتر في الساجيتال بلين، وبوستيريور يعني انا برجع الانس من انتيريور الى ايه؟ بوستيريور، وبعمل بيها بلاستي على مستوى الانس والريكتم والفاجينا ان فيميلز انو ريكتو فاجينو بلاستي، وان ميلز انو ريكتو بلاستي. يبقى الاسم الساينتفك ليها في الولاد بوستيريور ساجيتال انو ريكتو بلاستي، في البنات بوستيريور ساجيتال انو ريكتو فاجينو بلاستي. عايز تكبر دماغك قول له كات باك يا دكتور. ايه يا ابني يعني تفاصيل الكات باك ايه؟ برجع الانس لورا. يا ابني ما سمعتش عن مش عارف البوستيريور ساجيتال، قول له ما يهمنيش، هي اسمها كات باك، برجع الانس في مكانها الورق طبيعي. دي في حاله مين؟ انتيريور اكتوبيك انس. في البنات اسمها فيستيبولار انس لانها غالبا بتفضل تمشي انتيريور لحد ما تفتح في الفيستيبيول اوف ذا فالفا. في الولاد اسمها جاست انتيريور اكتوبيك انس. بس انا كده خلصت الامبيرفوريت انس. ناخد ريست 10 دقائق ونبدا في الريكتم بقى على رواق. يلا مع الف سلامه، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه.